نروح للمساحة التربوية ونحكي اليوم عن خلينا نقول عن حالة جدا مهمة وهي التفكك الأسري. اليوم نشوف طفل سليم وطفل غير سليم. إذا بنرجع للمنشأ وبنرجع للعائلة بنعرف إنه هذا الطفل تشرب كل شيء كان عم يصير بعائلته بعمر كتير صغير. يا ليلى قديش اليوم هي بنقول السفنجة بيمتص بتعطيه السلبي وبتعطيه الإيجابي بحياته؟ للأسف يا رشا دائما الطفل هو الضحية بالأسرة، حتى لما بيكون في الأب والأم موجودين تحت سقف واحد بنلاحظ أنه اليوم المشاكل بين الأب والأم كمان عم بتأدي لمشاكل نفسية للطفل، مشاكل يمكن حتى ببيئته الاجتماعية صحيح. ممكن تأثر على دراسته. اليوم أكثر رح نحكي عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الاختصاصية التربوية رندا عليدي. بيسعد صباحك رندا. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا رندا. صباح الخير. كيفك؟ رواق رواق هالشوب رواق. لا اليوم ما في شوب، لا تظنيون. اهلا وسهلا. اليوم عم نحكي عن مصطلح جدا مهم يعني ومتداول جدا، نقول تفكك اسري ضمن العائله. طيب اليوم نحن شو عم نقصد فيه؟ هلا هو بيتناول كذا جانب، اهم شيء لما انا بيكون احيانا التفكك الاسري او بالانفصال لما بيكون الطرفين ما لهم متفاهمين فبصير انفصال وبيكون في اطفال بين بيروحوا بهي العلاقة مثل ما حكيت بالمقدمة. في كمان ممكن يكون احيانا الطلاق النفسي هو موجود بقلب البيت اللي بيعمل كمان برود بالعلاقات الاجتماعية بالبيت بين الأطفال وبين أهلهم سواء الأم ولا الأب، أو بيكون بيحاول حدا من الطرفين يجذب ابنه لطرفه ضد الثاني، او بالعكس بيكون يرمي مسؤولياته على الطرف الثاني. فمن هون نحن بصير في عندنا مثل اللي ذكرتوه التفكك الاسري، هو يعني ما بيكونوا في هالترابط بينات بعضهم، ما بيكون في هالوحده الكيان بقلب بعضهم، ما بيكون في هالاهتمام المتبادل، بالعكس بيصير سبب ونتيجة، بيصير في دائما الـ الأب بيحمل أعباء على الطرف الثاني والمسؤوليات والضغط النفسي بيصير على الطرف الثاني، أو بالعكس مثل ما ذكرتوا دائما بيكون الضحية هو الطفل، أو هو بيكون بيعطي مثل البذرة بيزرعوها ليعطي نتاج يمكن ما يكون صحي لكيان الطفل بالمستقبل. طب اليوم إذا بدنا نحكي عن مفهوم التفكك الأسري، هل اختلف مفهوم التفكك الأسري بين قبل وبين هلا؟ تمام. هلا بحكم الضغوطات اللي عم بتصير، لما عم بيصير في الضغط المادي أكثر شيء وضغط الوقت، يعني بيكون يضطر للطرفين لأنهم يشتغلوا لفترات طويلة، فبيكون نحن عم نحكي على أسرة سليمة ما في عندها انفصال، ما عندها انفصال أو ما عندها مشاكل، بالعكس في تفاهم، ولكن غياب الأب لفترات طويلة بالعمل وغياب الأم أحيانا كمان إلى جانب غياب الأب بسبب العمل، عم بيكون الوقت اللي عم بيقضوه مع طفلهم هو وقت غير كافي. هلأ نحن دائما بنقول الوقت لما بيكون غير كافي، نحن ما بنقول إنه أنا والله اليوم قعدت معه ساعتين يعني أنا منيح، أنا بسأله شو النوعية هالساعتين كيف قضيتها مع ابنك، بيهمني أنا النوعية أكثر من المدة والوقت اللي بيقضيها الأهل مع أولادهم. هون بيصير بهاي الساعتين اللي هو بصير دائما الأهل عندهم نوع من تأنيب الضمير إنه أنا ما عم بتفرغ لابني، أنا ما عم بقدر أقضي معه وقت منيح، أنا ما فيني بهالساعتين إلّا لا لازم أنا أكون عوضه. تماما عوضه، فبيكون التعويض غلط، بصير في تنازلات معينة، بصير في شيء اسمه تذبذب بالتربية، يعني أنا يوم بسمح له بعد بساعة بنفس الشيء بكون معصب جاي مشغلي فأنا بقول له لا مثلا، فهون ما عاد يعرف الطفل إنه شو هذا اللي أنا عم بعمله، يا ترى صحيح ولا هو مقبول اجتماعيا أو أنا حكون مقبول ضمن أسرتي ولا لا هو مرفوض، ما بيعود بيقدر يشكل هالكيان اللي من القيم والعادات. سابقا كان في تفرغ أكثر لتربية الطفل وكان في أبسط، ما كان فيها التعقيد الموجود حاليا. الوضع الاستهلاكي للطفل بيصير بيعلموه يكون استهلاكي، أنا ما بقدر أعطيه حنان فأنا بجيب له لعبة، فهذا التبديل
تبديل بالمفاهيم للطفل بينشأ عليها، بيصير أحياناً الطفل هو اللي بسبب التفكك الأسري بين الأب والأم وباقي الإخوة، بسبب لما بيتحول موضوع العلاقات الوجدانية لما بتتحول لتصير استهلاكية مادية أو مادية، فهون تماماً بيصير هذا الشرخ بالكيان الأسري. طيب اليوم نحن عم نحكي عن مصطلح هل هو عام ولا أو لا، اليوم في أنواع لهذا التفكك ضمن الأسرة الواحدة، خلينا رندا هيك نتوسع أكثر بأنواع التفكك. هلا مثل ما ذكرنا أو بيكون بحالة انفصال أو بيكون بحالة الطلاق النفسي، يعني هن كلهم موجودين بقلب البيت الأب والأم والأطفال ولكن ما في هالتفاعلات بينات بعضهم، أو بيكون مثل ما ذكرنا العيلة بتكون متواجدة والعلاقة جيدة بيناتهم ولكن طبيعة ما نقضي نحن الوقت مع بعض والجهد اللي بنبذله مع بعض هو الموجود. في كمان نحن ممكن كتير نذكر جانب كتير مهم لما الأب أو الأم أساساً هن بيكونوا جايين من أسر فيها تفكك أو ما عندهم هذا الترابط الاجتماعي، أو ممكن يكون في خلافات معينة بين الأم مثلاً وأخواتها أو بين الأب وأخواته، فهذا بينقل طبيعة هالجو، بينقله من الأخوال والعموم والعمات والخالات، بينتقل لحتى يعيش بين الإخوة لحتى يصير هذا المفهوم بيناتهم. دائما نحن لما بيكون انا في نوع من نوع الترابط الاسري اللي هو عكس التفكك، لما انا مثلا كنا من زمان كل فتره مثلا او كل مره بالاسبوع تجتمع العيله كلها، لما بيكون في عطل معينه مناسبات في بيت العيله، هلا للاسف ما عاد موجود هذا الشيء، صار ان كان في ترابط او ممكن حافظ على هاي العلاقه عم بيكون عن طريق وسائل التواصل اكثر ما يكون بشكل تفاعلي حسي موجود، هذا بيعطي هل البرود بالعلاقات الاجتماعية اللي بيخليها كتير تسهل عملية التفكك أو عملية التباعد بالعلاقات بين بالأسرة بشكل عام، سواء ضمن البيت أو ضمن المحيط الأسري بشكل كامل. طب اليوم لما بدنا نحكي عن الانفصال، في كتير من الأهالي بيروحوا لعدم الانفصال كرمال يحافظوا على الصحة النفسية لهذا الطفل، هل هذا الشيء أفضل من الانفصال حتى لو كان رح يضل في مشاكل ومشاحنات مستمرة بين الأب والأم؟ هلا حسب طبيعة العلاقة أساسا بين الأب والأم، أحيانا كتير بيكون الشخص عم بيدور على شريك حياته أو على نص الثاني، بيحاول بيلاقي في كل المواصفات ولكن بعد العشرة والاحتكاك بشكل 24 ساعة فهو بيطلع مو هو تماما، فعم بيطلع لا أنا مو هذا اللي كنت عم فكر إني أنا بدي كمل حياتي معه. هلا ممكن او يكون هذا الشيء يقدر بنضج معين بنضج انفعالي معين يكون في عندهم هذا التفاهم اللي ما يظهر للطفل، للاسف ما عدنا شفناه هلا حاليا ابدا، او بيكون لا بيعمل هذا الشرخ او الانفكاك اللي بينات بعضهم اللي بيخلي ما يقدروا يكملوا هاي العلاقه وبتنعكس على باقي الافراد اللي معهم بالبيت. دائما لما انا بكتشف انه اختياري لشريكي غير مناسب، انا بفضل اذا كان في خلافات او مشاكل او يكون مثل ما بنشوف هلا كثير يكون الطفل هو السلاح ضد الشخص الثاني، ضد الشخصين يعني تماماً. كل حدا بيستخدمه ضد الثاني تماما، اللي بيحاول انا جر تعاطف ابني لعندي ضد الطرف الثاني، فهو للاسف ما عم بيكسب محارب معه، بالعكس هو عم بيكسب كيان عم بيكبر لحتى ينفصل عن الاثنين ويشكل كره للاثنين سواء الاب ولا الام. اذا كان في هذا النوع بالجو الاسري اللي دائما هذا جو المؤامرة، جو المراقبة أو جو دائما ما بيحبك أو ما بتحبك هي بالعكس لأنها تركتك أو شيء، هاي المفردات وهي التفاصيل إذا أنا موجود لأن إلها لابني، لا يفضل يكون في انفصال وكل حدا يكون في توازن بوجود الطفل بين الطرفين. أما إذا كان قدرانين يتفاهموا بصيغة معينة ما يقدروا ينقلوا هذا الضغط أو هذا الشرخ اللي عم بيصير بين الأب والأم لأطفالهم، فيهم إذا كانوا متفاهمين أنه يكونوا ليش لحد ما يكون الكيان الأسري موجود لأبنهم بتوازن معين. للأسف هو صعب ينوجد حاليا، كمان نحن من الراعي المشاعر والكيان النفسي للأب ولا للأم، ولكن دائما بيكون في هيك من الأب والأم تضحيات لأبنائهم.
نحاول يكون هاي التضحية تكون فعلاً أنا حققتها بطريقة صحيحة، ما تكون هي وصل لمرحلة اللاجدوى بالأخير إنه أنا خلص يعني شو ما عملت بالعكس عم صب مشاكلي بابني، وبالتالي هو رح يطلع بيحبني ورح يطلع يحب تماماً الشخص الثاني. أكيد رندا، ومثل ما ذكرتي اليوم في حالات كتير يعني سواء كان الأب أو الأم راحوا للحفاظ على هي العلاقة كرمال الأولاد يعني، ولكن طفل بيشعر وبيحس يعني هو قادر يقرأ خاصة طبعاً. علاقته كيف علاقته مع الأبوين يعني قادر يقراكي من جوا. اليوم عم نحكي عن صحة نفسية، في حالة كان في تفكك أو كان في تمثيل إنه نحن اليوم جدا إيجابيين بالحياة، هذا الطفل شو عم نعطي؟ لوين يعني لوين رايحين فيه؟ في صحة نفسية عم نصدرها للمستقبل. هلا ذكرتي كلمة إنه أنا ممكن أكون عم مثل على ابني، وذكرتي إنه ممكن يكون كتير الطفل قادر بذكائه قد ما كانت إدراكه متوسط ولا جيد، هو قادر تماما يفهم أمه وأبوه كيف عم بيفكروا، وأشطر منهم حيكون وأذكى منهم، حيعرف يستغل نقاط الضعف لحتى دائما يكون مسلط الضوء عليه. أنا كتير صح لما أحكي الوضع الصحيح اللي عم بيصير بين الأب والأم للطفل بوجود الطرفين، ما يكون بغياب الطرف الثاني. كتير مهم ما يتدخل أهل أحد الطرفين بالقصة، محيط تماما، خصوصي الست والجد أو من الطرفين، يعني دائما يكونوا هن أشخاص إيجابيين. دائما أذكر كلمات إنه أنا مثلا أبوك ما له متواجد ولكن هو بيحبك، هو إذا بدك أي شيء هو متواجد دائما لحتى يسمعك، مو لحتى ياخذك مشوار ويجيب لك هدية، بالعكس يكون دائما هذا السند النفسي يكون موجود. نفس الشيء لما بيقضي الطفل الوقت مع أبوه، كمان الأب بيكون عنده مفردات إيجابية باتجاه الأم، يكون هذا الشيء واضح وصادق، لأنه فعلا ما في أم ما بتحب ابنها وما في أب ما بيحب ابنه. فأنا بركز على النقطة الصحيحة الإيجابية الموجودة تماما، بعد عن شفت أبوك شو عمل أو هي أمك تركتك عندي وقت زيادة، هاي المفردات اللي حاول نحن نحتفظ فيها لنفسنا كأسر لنساعد على البناء النفسي الصح لابني لحتى ما يكبر وهو عم بيبني إنه هذا كانوا عم بيستغلوني أو كانوا ما قدموا لي الشيء الصح لحياتي. حتى الطفل لما بده يكبر ويصير عنده عيلة ويصير عنده أولاد يكون تماماً عرفان هو نقاط القوة والضعف بتكوين هاي الأسرة، يعني ياخد استفادة من الخبرة اللي عاشوها أهله، ما بالعكس ياخد خبرات سلبية تتراكم أو ينقلها لأجيال تانية. هلأ كتير عم نشوف حالات انفصال وحالات انفكاك أسري عم تكون هي الانفصال غير الانفكاك، الانفكاك ممكن كتير يكونوا موجودين مع بعض مثل ما ذكرنا، ولكن عم بيكون في الانفصال بطريقة إيجابية صحيحة بنضج معين. عم نشوف كتير أسر عم بياخدوا ابنهم مثلا مرة بالأسبوع بعيداً عن المشاكل، حيكون كل العيلة مثل أصدقاء أو رفقاء بيقضوا وقت للابن وبعدين كل واحد بيرجع لحياته. هذا الشيء صحي للطفل تماماً، وحتى للراشدين للأم والأب لما بدهم يعملوا علاقات جديدة أو يعملوا أسر جديدة ما يكون عندهم خبرات سلبية ناقلينا معهم من الماضي. تمام. طب اليوم رندا إذا بدنا نحكي عن الانفصال، هل له تأثير اليوم على مهارات اللغوية للطفل وأيضاً الاجتماعية؟ هلا نحن كثير بنشوف حالات بيكون الطفل بمستوى كثير جيد بالدرس، تفاعله بالصف رائع، دائما علاماته منيحه، بنيجي فجاه بنلاقي صار هادي خجول، ما عاد شارك واجباته بالبيت ما عم تجي كامله، او بنلاقي العكس عم بيكون في سلوكيات ثانيه، ممكن ضرب، ممكن يستخدم الفاظ معينه ليلفت نظر عليه. هذا غير الإهمال اللي ممكن يكون واضح في لما حالة الانفصال بأولها لما تكون الأم ما عندها تفرغ كامل لابنها أو اهتمام، هاي بتعمل كتير نكوصات للطفل وللطالب، بتعمل له خصوصي بمرحلة الطفولة بيكون بالمرحلة بالروضة أو بالمراحل الابتدائية الأولى أو بمرحلة المراهقة، بنلاقي هذا التراجع موجود عند الطفل أو عند الطالب.
بيكون ناقله تماما، لانه هو صار عنده شعور بعدم الامان، انه انا هلا بهذا الانفكاك وين بدي اروح، انا بهي حاله الانفصال او غياب احد الطرفين، انا ليه ما عادوا اهتموا فيني، شو حيصير بمستقبلي. هاي التفاصيل او هاي المخاوف بتعطي عدم شعور بالامان للشخص، وبالتالي بتظهر عنده هاي السلوكيات او خجل وانسحاب او عدوان وبصير طفل هجومي انفعالي. نحن هون لازم يكون في تعاون بين المدرسه وبين البيت، ويكون دائما في طرف ثالث بين بهي الحالات، يكون في مرشد او يكون في مختص معين يحاول يجمع هاي الافكار وهي المخاوف ليحللها ويبسطها وينقلها للواقع، لحتى الشخص ما يكون عنده هذا الخوف والرعب من حالات عدم الامان. طيب رندا، خلينا نروح للمقارنة ضمن البيت الواحد بين الأخوة، وكمان اليوم نحن عم نصدر أخوة غير مترابطين بالمستقبل، في تفكك نحن صنعناه بمرحلة الطفولة، قد ايه هذا الشيء بيأثر سلبيا على الصحة النفسية للطفلين بس يصيروا شباب؟ يعني كيف حتكون علاقتهم مع بعض؟ تماما، نحن كثير نأكد على هذا الموضوع، ما نقارن شخص بشخص او ندلل شخص احسن من شخص، لا اخ باخ ولا اخ برفيق ولا بنفسي، انه انا لما كنت صغير كنت اشطر منك هلا انت مالك، او مثلا يكون طالع برنامج مثلا مواهب، حدا طفل عم بيغني فكتير عم بسمعه انه بنشوف اشطر منك، طيب هي موهبه معنا، كل واحد له امكانياته، في فرق فرديه بين الاشخاص، في كل واحد له كيانه له شخصيته، هي المقارنات فعلا بتزرع الضغينه اول شيء بين الاخوه وبين الشخص اللي عم بيقارنك بأخوك. دائما نحن نحاول نعزز ثقة الطفل بنفسه، نخلي أولادنا هن يكتشفوا شو عندهم إمكانيات، ما نحبطها، نشجعهم عليها، ولو كنا نحن أحيانا دائما نحن كراشدين نعرف إنه ابننا مثلا ما بيعرف يرسم، ما عنده هاي الموهبة، ولكن هو جاب باله يجرب، أو هو حاسس إنه عنده هذا الميول، مو بالضرورة يتقنه، ولكن بعطيه هاي الفرصة ليجرب، هو يقيم نفسه، ما يكون أنا تقييمي أو أنا عم بعطي الرسائل السلبية للطفل. فهون بيصير الخلاف بين الأخوة بمشادات معينة، بخلافات معينة هي لدرجة معينة صحية لازم تكون موجودة بالبيت لحتى كل طفل وكل أخ يشكل كيانه، ولكن لما أكون أنا عم بزرع بين الأخوة حيطلع بالموضوع للي عم بزرع اللي هو الأم ولا الأب، فحيصير هذا النوع من التفكك الموجود أو عدم الشعور بالرضا كأسرة، أنه دائما أنا ما بدي أعمل هيك لأنه حأتقارن بأخي أو حأسمع كلام ما حشجعوني عليه، فأنا بالعكس بعمل احباطات للطفلين يعني مو للاخ الواحد للاخين. اكيد بالختام بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، واكيد بنتمنى السلامه لكل اطفالنا. شكرا لكم. شكرا رندا، هيك يومك حلو، خليكي فريش، مع نسمات حلوه. شكرا رندا لك.